والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة الأحوال الجوية مرة ثالثة وأخيرة مع ليلى عمر، تفضل. شكرا لكما، ونتابع معكم الآن أهم وآخر أخبار الطقس في هذه النشرة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية وبارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية مع القاهرة العظمى فيها 30، الصغرى 14، الإسكندرية 29، 15، مطروح 26، 13، بورسعيد 26، 14، الإسماعيلية 30، 13. ننتقل إلى السويس 30-14، العريش 30-14، طابة 28-15، شرم الشيخ 30-16، الغردقة 28-14، الأقصر 32-14، أسوان 33-15، الوادي الجديد 32-13، شلاتين 28-15، وأخيرا حلايب 26-16. ونستعرض معكم الآن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.